كيف فينا كمان نهتم ببيتنا، نغير من هيك كمان نغير شكل نحن ونغير نفسيتنا وقت نغير الديكور ونستغل المساحات يلي موجودة بالبيت، بالفرش الموجود عنا، بتكلفة أقل ولكن بأفكار جديدة، أفكار مبتكرة، أفكار بتعطي طاقة وهيك حيوية حلوة بالبيت. أكيد طاقة حلوة وحيوية، كمان بدنا ألوان مريحة. الشقة الصغيرة كتير 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 بدها قصص كتير مهمة، ممكن كمان نستغلها بأساس قابل للطي وكتير من الأشياء التانية. لنحكي أكثر عن موضوع الشقة يلي الصغيرة، بما أنه ما عم نقدر نشتري الشقة الكبيرة عم تكلف كتير بالوقت الحالي، رح نجاوب عن الحلول للشقق السكنية الصغيرة. اليوم معنا الضيف المهندس المعماري نوار الحموي، رح يحكي معنا عن أساليب ضمن المنزل بنقدر من خلال الاستفادة من المساحات الضيقة بأحسن الطرق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صبايا يعطيكم. أهلا وسهلا فيك يا نوار. أهلا وسهلا. يعني دائما نوار لما منتابع حضرتك بنشوف كتير قصص حلوة عم تنزلها على السوشيال ميديا، أفكار جديدة وابتكارات من قلب البيت. اليوم بالمساحات الصغيرة كيف فينا نحن نستثمرها وتكون واسعة أكثر نظريا بالنظر وتكون مريحة؟ شكرا لكم. هلأ دائما نحن بهالأيام هاي منعاني من أسعار الشقق الغالية كتير، ما بتتناسب مع الوضع الاقتصادي خصوصا بهالأيام هاي. لهيك بدنا نتحايل على الشقة الصغيرة اللي بدنا ناخدها بحيث تعطي عملية للاستخدام وتعطي بنفس الوقت جمالية، لأنه مهما كنا بمختلف مستويات المادية تبعتنا، الكل صار عم يشوف انترنت، الكل صار بده بيته يطلع حلو، الكل صار بده يشوف ياخذ لمسات من اللي عم بيشوفه، مشان ولو يزين حيط واحد بالبيت مشان ينبسط فيه او يقول انا عملت مثل كذا او عملت مثل هالديكور اللي شفته بالمحل الفلاني بهالمسلسل كذا او بهالدعايه اللي. فما بيصير اللي عندهم شقق صغيره ينحرموا من هالميزه هي او من هالفكره هي، انه انا بدي زين بيتي يا اخي. طب واذا بيتي صغير يعني ما فيني اعمل بيتي حلو؟ لا، فيك تعمل بيتك حلو بلمسات صغيرة، بتكاليف قليلة، بألوان معينة بحيث أنه ما تعطي ضيقة. رح أحكي شوي هلأ عن الألوان. مبدئيا المعروف أنه بالمساحات الصغيرة لازم نختار ألوان فاتحة، أبيض، الأوف وايت، الأبيض، الأوف وايت، البيج، أي شيء طيب، أو حتى اللون الأصفر الفاتح. طيب أنا بركي بحب اللون الرمادي، بركي بحب اللون الأسود، فيك تختار اللون الأسود أو الرمادي بس مو حيط كامل. أوكي. فينا نزين المخدات شوي، فينا نعمل ولو وش صغير للسوفا او لهاللون هذا، بس مو كل الالوان. فينا نختار الرمادي بس الرمادي الفاتح، يعني الرمادي فيه منه درجات من الغامق للفاتح. فينا نختار الفاتح، بس كمان نحن لازم نعرف شغله، انه وقت اللي بيكون بيتي ضيق لازم اقدم تنازلات شوي مقابل المساحه الصغيره اللي انا ساكن فيها. يعني ممكن ما يدهن كل الغرفه، يعمل حيط واحد مثلا، يعملوا مساحه مثلا الوان مثل الابيض او الاوف وايت ويدخل له الوان ثانيه. كمان صار في عندنا هالماده اللي هلا رجعت كتير تظهر، اللي هي الوول بيبر، ورق الجدران. صار كتير موجود، يعني انا صار فيني نقي حيط يكون في نقشي مثلا من اللون اللي انا بدي اياه، ويكون هالماده حتى ورق جدران في منه انواع، يعني انا ممكن نقي ورق جدران يكون فيه لمعه، يعطي انعكاس الضوء عليه، يعطي لون لمعه، فبالتالي ما بيحسس بالضيق، يعني اذا ما بيحس الحيط كامد الواحد او معتم. نعم. هي بالنسبه للالوان. انا كمان بنصح بالارضيات تكون قياسات القطع السيراميك او الجرانيت او الرخام اذا حبوا يعملوا تكون كبيره شوي. كبيره. وبالمساحات الصغيره اصلا من زمان ما بحطوا قطع صغار، صح؟ ايه هلا ما بقى دارجه يعني. ما بقى كثير ابدا. ما بنصح نحط سجاد بالمساحات الصغيره. السجاد هي نحن بالنهايه الفراغ هو خطوط، يعني احنا اي فراغ نحن عم نعيش فيه هو خطوط، وبالتالي يا اما السجاد تكون على كامل مساحه الغرفه، يا اما ما تكون صغيره، يا اما بلا، يعني انا ماني متفق. صغيره لا، لا بتضيق، بتضيق وبتكركب الرؤيه وبصير بتضيق، فعلا بتضيق. عم نشوف اصلا هلا كثير دارج درجاتك يكونوا صغار، مو بالمساحات الصغيره. نحن بحاجه لشيء يوسع القصه وتكون فاتحه طبعا. وحتى انا بنصح بالباركي، الباركي كمان الفاتح بيعطي نوع من الوسع وقياساته حلوه. وقصة في شغله بالنسبه للاناره، الإنارة الفاتحة أحسن من الإنارة الصفراء بالمساحات الضيقة. والشبابيك مثلا إذا أنا الشباك مرتفع عن الأرض 80 سم أو 100 سم بوطيه،
كل مكان اوطى وكل مكان بيعطي وسع اكثر للمحل. في شغله لسه هي مثل خدعه، اذا حطيت المرايه، طبعا استخدام المرايات كثير مهم بالمساحات البيوت وهيك، اذا حطيت المرايه مقابل النافذه الشباك بيوزع الضوء. نحن احيانا الانسان العادي ما بيعرف هالتقنيات هي، بس مثلا ما بيخطر له انه انا معقول المرايه تكون بتوزع الضوء. نعم المرايه بتوزع الضوء، يا ستي مو بس المرايه بتوزع الضوء، كل قطعه هي عباره، ما في شيء بيجي الضوء عليه وبيموت، الضوء هو بس يوقع على اي بيتوزع، بس في شيء مرئي وشيء مو مرئي. المرايه هي اكثر شيء بتعطي توزيع للاناره، يعني اذا حطيت المرايه انا مقابيل الشباك او على جنب، يعني شيء كثير مهم يحط المرايه مقابيل الشباك عنده بالبيت. خلينا نحكي عن استخدام البلاكين او المساحه الصغيره عند مدخل البيت، كيف ممكن احنا نستغل كمان وجودهم بالبيت بالمساحه الصغيره؟ شو ممكن نعملهم؟ شو ممكن الاثاث شو ممكن يكون بقلب البلكون مثلا؟ تمام. هلا البلكون صار نوعا ما حسيت الناس عم يقللوا استخدامه بالمساحة الصغيرة، يعني إذا فينا نحن نستفيد منه، إذا فينا نحط فيه ولو من على كامل عرض البلكون نحط سوفا أو نحط فوق رفوف كمان ممكن نستخدم. أحيانا في ناس عم يستخدموا البلكون عم بيحطوا فيه الغسالة، الغسالة عم تنحط على البلكون، عم يحط خزانة كاملة من تحت الغسالة ومن فوق الغسالة للسقف عم بينحط فيها أو الغسالة. يعني المهم بعيدا عن الكركبة يعني. نعم يعني بعدين هلا نحن الغسالة وين ممكن نستخدمها؟ بالحمام أو بالمطبخ. طيب أنا إذا الشقة صغيرة يعني أنا أوريدي بيكون المطبخ صغير والحمام صغير أكيد، وبالتالي لا أنا خليني استخدمها على البلكون مع خزانة فوق مسكرة بحيث كمان ما تبعثر الرؤيه، لانه دائما المواد الاليه مثل الغساله مثل الميكرويف مثل الغاز مثل الشفاط مثلا او ما بتكون اشكالهم كثير منسجمه مع بعض. الافضل انه نسكرهم، يعني اذا حطيتها على البلكون انا نحط لها او السيبه. قديش السيبه منظرها كثير ثقيل. خلينا نور نحكي على البلكون. هلا كثير دارج انه نزرع، نستفيد من المساحة أنه نزرع حتى لو عنا بلكون صغير. قديش حلو أنه يكون في حواض زريعة إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة، وين لازم نحطها؟ يعني دائما المتعارف عليه أنه نحن بنحطها على الحرف، لا. ولكن يمكن غلط لأنه الشمس كتير بتجي قاسية، يمكن نضرها لهي النبتة اللي نحن زارعينها. الديزاين الصح وين؟ على الحيط اللي هو مقابل، يعني ما ضروري يكون تحت يعني بالارض، يكون نحط القصيص بشكل يعني فوق بعضهم على الحيطان من فوق بحيث تضرب الشمس فيهم. اوكي. ولسه في شغله كنت بدي احكي فيها، اذا مثلا عرض البلكون 100 سم اوكي ماشي الحال 100 سم، الغساله قديش بدها عرض؟ بدها 75. طيب انا بيبقى عندي 25، انا ممكن السيبه اطويه واعمل لها محل تنحط فيه جنب الغساله. يعني انا هال100 سم هي ما لازم اعطيها كلها للغساله، لا اخي انا باخذ شوي لسه، يعني نحن بالمساحات الضيقه لازم قد ما فينا نستفيد من اي سم موجود فيها. وبالتالي بس حبيت اقول هالفكره انه جنب الغساله ممكن نحط شيء ثاني. تمام. يعني يا نوار خلينا نروح نتابع الكليب وبنرجع سوا. خلينا نحكي عن الأساس المتعدد الاستخدام ونصائح أخيرة كيف ممكن نستخدمه، شو هي أهم القطع الموجودة؟ كثير أحياناً نحن بيجي لعنا ضيوف أكيد، وبالتالي إذا فينا نختار مثلاً السوفا أو الكنباية تكون بتنفتح وبتنمد بحيث تصير بيت يعني تخت أو هيك شيء، بيكون هذا الشيء منيح. إذا فينا نختار الطاولة تكون مقسمة بحيث نحط بوفات تحتها، يعني أربع بوفات هي بتنسحب وبتنحط بيصيروا القعدة تكون داير من دارة كمان بتطلع حلوة. لسه فيني أنا إذا بدكم فيني أنا الباب نفسه باب المطبخ مثلا أنا فيني أعمل طريقة بحيث يبعد شوي بس يتسكر
وحط من ورا عليه رفوف او اي شيء يكون رفوف لهم مثل الاسلاك بحيث حط فيهم اغراض استخدمه للباب نفسه، من الجهه الثانيه يكون هو محل لحط الشغلات هي. شو لسه انا الكرسي التواليت، ممكن انا كرسي التواليت فوقه اذا ما في شباك انا ميتي، يعني فوق كرسي التواليت منطقه ميتي، وبالتالي انا فيني احط رفوف وممكن احط فيها شغلات ممكن تلزمني جوات. كمان انا بالحمام عندي خصوصا الحمامات الصغيره، انا لازم اول شيء اعمل دراسه للقطع اللي هي بتنحط بالحمام. يعني انا مثلا علبي لفراشي اسنان ما بدها 30 سم، بدها 10 سم، وبالتالي انا خزاني 15 سم ممكن افتحها واستخدمها. يعني ليش انا عم اقول 15 سم مو 30؟ لانه انا بالمساحات الضيقه اي زياده سنتياتي تؤدي لضيقه بالمنطقه، وبالتالي انا لازم اختار الخزانه تكون قياسها مناسب للقطع الموجوده عندي، ما في داعي بالغ بالعمق تبعها ولا في داعي اقلل. يعني انا مثلا فراشي اسنان السيشوار بعرف شو ابعادهم، مو اكثر من 15 او 20 سم، وبالتالي بتكفيني هالخزانه هي. تمام، يعني نوار افكار كثيره فينا نستفيد منها، وفينا نخلي المساحه الضيقه مفيده وعمليه وكبيره على النظر. شكرا كثير للافكار اللي قدمت لنا اياها.